كان ثابت يسير ذات يوم في الكوفة إذ سقطت تفاحة من بستان فأخذها فأكل نصفها ثم تذكر أنها ليست له فدخل على البستان وقال له لقد أكلت نصف تفاحة فسامحني فيما أكلت وخذ النصف الباقي فقال البستاني ليس لي ذلك فالبستان ملك سيدي وهو يسكن على بعد مسيرة يوم وليلة فقال له لأذهبن إليه مهما كان الطريق بعيدا وصل ثابت إلى بيت صاحب البستان فقال له يا سيدي سامحني فيما أكلت من التفاحة وهذا هو نصفها الآخر فنظر إليه صاحب البستان وقال يا هذا لا أسامحك إلا بشرط واحد فقال ثابت وما هو؟ فقال له أن تتزوج ابنتي ولكن أريد أن أخبرك عن صفاتها قبل أن تعقد عليها فهي عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم وصماء لا تسمع ومقعدة لا تتحرك احتار ثابت في الأمر أهذه زوجة تصلح لأن أتزوجها ومن أجلها لا يسامحني فيما أكلت من التفاحة وافق ثابت وقال قبلت خطبتها وسأقوم على خدمتها وبذلك أكسب ثوابها عند الله دعا أبوها بشاهدين ودخل ثابت على زوجته فألقى عليها السلام فردت عليه السلام ونهضت واقفة عجيب ووضعت يدها في يده فقال ثابت عجيب أمرها قد ردت السلام فهي ليست صماء وقامت واقفة فهي إذن ليست مقعدة ومدت يدها إلى يدي فهي إذن ليست عمياء فقال لها لماذا أخبرني أبوك أنك عمياء بكماء صماء مقعدة فقالت صدق فأنا عمياء لأن عيني لم تنظر إلى ما حرم الله وأنا صماء الأذنين عن كل ما لا يرضي الله وبكماء اللسان لأن لساني لا يتحرك إلا بذكر الله ومقعدة لأن قدمي لم تحملني إلى مكان يغضب الله تعالى فقال ثابت فنظرت إلى وجهها فكأنما هو قطعة من القمر ليلة التمام دخل بها وأنجب منها مولودا ملأ طباق الأرض علما وفقها إنه الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت ألم تكن نصف التفاحة هذه سببا طيبا في ولادة إمام؟